أيها الحفل الكريم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نمر هذا اليوم ذكرى عزيزة على نفوسنا ومناسبة حبيبة إلى قلوبنا، مناسبة ذكرى عيد الغدير الأغر، عيد نعتز به ونفتخر بذكراه، ولنا منه قبس نهتدي به سواء السبيل. ففي مثل هذا اليوم وقبل 14 قرنا من الزمن، توقف الركب النبوي الكريم في وسط الصحراء العربية وفي منبع يدعى غدير خم على صخور تلتهب نارا، وقف ليلبي نداء السماء: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فبلغ النبي الأمين ونعم المبلغ، نصب عليا هاديا وللناس وصراطا مستقيم، ودعا دعوة الحق: أيها الناس، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه كيفما دار. فبخبخ الجمع لعلي بإمرة المؤمنين، ودعي من يومها أمير المؤمنين. حجة الله وخليفة رسوله الأمين. فنزل الأمين جبرائيل عليه السلام بتهنئة السماء إلى ملأ الأرض: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. فولاية علي عليه السلام إكمال للدين وإتمام للنعمة ومدعاة إلى رضا المولى جل شأنه. فصارت الأحداث كما نعرفها ويعرفها الكل، بعكس ما تشتهي السفن، ومضى من الخلافة الحقبة الأولى، ثم بعد ذلك جاء علي. جاء علي، جاء الحق، فضاق به الباطل درعا، وتجابهت قوى الخير والحق ضد قوى الباطل والظلم. وكان ما كان من أمر معاوية وعلي، ثم برزت المؤامرة الدنيئة وألحقت عليا بالشهداء والصالحين. مضى علي ومضى معاوية، قتل علي وهلك معاوية، فأين علي وأين معاوية؟ علي باق مدى الوجود، علي حي في القلوب، علي مصباح يضيء ساحة الخير والصلاح، علي نبراس يهتدي بهداه كل من حاول المسير على طريق الصواب. هذا علي، هذا علي الحق، هذا علي الصراط المستقيم. أما معاوية فقد ذهب أدراج الرياح. مضى معاوية بدهائه وخبثه ومكره، لا يذكره التاريخ إلا وينال منه، ولا يمر اسمه إلا ويخزى ويلعن. هذا معاوية الذي كان يقف على المنبر وينال من علي وكله ثقة أن الأجيال ستسير على مسيرته. كلا كلا وألف كلا، فأين القصور أبا يزيد ولهوها، والصافنات وزهوها والسؤدد؟ أين الدهاء نحرت عزته على أعتاب دنيا سحرها لا ينفذ؟ ذهبت كلها يا معاوية أدراج الرياح، فقم وارمق النجف الشريف بنظرة يرتد طرفك وهو باك أرمد. فهناك الحياة، وفي دنيا علي الخلود، علي سليل أبا طالب، لا معاوية سيل أبا سفيان، علي نسل الإيمان، لا معاوية نسل الكفر والطغيان. فحقيق بنا أن نحتفل أيها المؤمنون في هذا اليوم بذكرى التنصيب الأعظم، ونخلد في الاحتفالات كما في القلوب ولاء ولي الله المعظم.
سيدي أبا الحسنين، جئناك هذا اليوم لنقدم بين يديك كلماتنا وقصائدنا، ونحن نعلم يا سيدي أن القصائد والخطب لا تفيدك ولا تنفعك، وإن كنا يا سيدي في هذا الحفل نتغنى بذكراك فإننا كلنا شوق إلى التبرك بمثواك. نعم يا سيدي إنك تقول ونحن نعلم، ولي من سار على دربي وعدوي من تركب عن مسيرتي، ولكنك يا سيدي تعلم أننا لا نستطيع على ما أنت عليه. أيها الإخوة المؤمنون، إن مولد علي وتنصيب علي وتمجيد علي إنما هو بالسير على طريق علي، وإن طعن علي وضرب علي على مفرق رأسه وتقضيب علي بدمه والنيل من علي على المنابر وفي خطب الجمعة إنما يتم بالتنكر لأخلاق علي والتنكر عن طريق علي. فهلموا أيها الإخوة ولنغسل الماضي بالحاضر، فنتمسك بعلي قولا وفعلا، ونعاهده أن نكون للظالم خصما وللمظلوم عونا، لليتيم أبا وللفقير رحما. هيا، فهذا علي فاتح صدره ملب لكم نداءكم ومناد معكم، هيا على خير العمل. أيها الحفل الكريم، أرجوكم العفو إن أكثرت في الكلام، فإن الارتجال في الكلام خارج عن إرادة المتكلم، ولكني قبل نهاية هذه المقدمة أتقدم باسم جمعية الأنصار لمأتم زبر مقدما جزيل شكرها وعظيم امتنانها وتقديرها لكل السادة الكرام الذين ساهموا معنا فيها في إقامة هذا الحفل ماديا ومعنويا، وللسادة الحضور راجين الله سبحانه وتعالى أن يعز كلمة الإسلام والمسلمين، وينصر بنصره كل من قام عاملا على نصرة الدين، ويهيئ لنا جميعا من أمرنا رشدا. اللهم فبحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين نسألك اللهم أن تنصر المسلمين على أعدائهم، وأن تنجي من أيدي الصهاينة الآثمين بيتك العتيق. اللهم واهلك جيوش أعداء الدين وسلط عليهم يا رب كما سلطت على جيوش أصحاب الفيل، وارميهم بالفتنة وفرق صفوفهم، إنك على كل شيء قدير. سادتي الأكارم، إلى أولى فقرات حفلنا لهذا اليوم قصيدة لأستاذنا الشاعر السيد رضي الموسوي، بالمناسبة فليتفضل. تعال الضجيج تعال الصخاب، ورن الصدى من أعالي الهضاب، ومكة كالفلك فوق الخضم تهب بها عاصفات غضاب، تغص شوارعها بالحجيج نساء رجال كهول شباب، يطوفون بالبيت مثل الملائك كي يحرزوا من جزيل الثواب، ويدعون ربهم خاشعين ومنه يرجون حسن المآب. لك الحمد والشكر يا ذا الأيادي، لبيك نحني إليك الرقاب، تخل الحجيج بيوم النشور، ويوم النشور العجيب العجاب، قد انتشروا كانتشار السحاب على الأفق، وانحسروا كالضباب، وتبدو ذكاء من الشرق ترنو كخود عليها قشيب الثياب، بوجه طليق كطلق الحياة وأجمل آمال عهد الشباب، ومتبذغت من وراء الحجاب رأوا فوق ما خمنوا
من حساب رأوا هالة فأوقأ ستارها لها هيبة ظللتها السحاب تجلت لهم فتخالوا الحياة قشورا وهم في الحياة اللباب وصوت بلال يشق الفضاء فلذ إلى كل سمع وطاب دعا الناس جامعة للصلاة وكل إلى ما دعاه استجاب وصلى النبي بهم في المقام مقام الخليل رفيع الجناب لقد شعروا أنهم في الجنان وقد شاهدوا ما وراء الحجاب وحفوا به كنجوم السماء تحف ببدر أتم النصاب وألقى على مكة نظرة وقال وداعا فما من أياب سأرحل عن موطن عشت فيه إلى موطن قرب واستطاب هلما فقد آن وقت الرحيل وأصدر أمرا بشد الركاب فهب الجميع فضاقت بهم مسالك أم القرى والشعاب مشوا بين وديانها كالسيول وحطوا بأجبالها كالقباب سروا في الصحارى كسرد القطى بزاة صقور نسور عقاب وكلهم يحملون السلاح سيوف رماح سهام حراب فلو أن كسرى أنوش الروان تحداهم لغدا في تباب ولو أن قيصر عاداهم لكانت جيوشه مثل اليباب كأن الصحراء بهم كالمحيط وهم في جوانبها كالعباب وكلهم يحملون السلاح سيوف سهام رماح حراب فلو أن كسرى أنوش الروان تحداهم لغدا في تباب ولو أن قيصر عاداهم لكانت جيوشه مثل اليباب كأن الصحارى بهم كالمحيط وهم في جوانبها كالعباب فبينهم يقطعون الطريق وبنت الصباح بدت في التهاب أتوا أرض خم فظنوا غديرا ولكنه من رمال سراب فلاح لهم في عنان السماء شعاع من النور مثل الشهاب فنادى المنادي حط الرحال أنيخ أصيخ لقول الصواب فأشرق وجه الرسول العظيم وألقى خطابته في اقتضاب وحذر من نعرة الاختلاف وسوء المغبة في الانقلاب وقال إذا ما اختلفتم به فإن عليا لديه الجواب فقد كان أعلمكم بالكتاب وأفقهكم وهو فصل الخطاب وحذر من نعرة الاختلاف
وسوء المغبة في الانقلاب، وقال إذا ما اختلفتم به فإن عليا لديه الجواب، فقد كان أعلمكم بالكتاب وأفقهكم، فهو فصل الخطاب. إذا ما اتفقتم على الاتحاد سيأتيكم الخير من كل باب، فمصدركم كلكم من تراب ومرجعكم كلكم للتراب. إلهي أبلغت فاشهد عليهم، فإني أزحت ستار النقاب، فكانوا الدعاة لدين الإله، وكانوا الملوك وآساد غاب، وعاشوا أعزاء في أرضهم، وذل لهم كل قرن مهاب، وكل بلاد أقاموا بها يسمون عندهم بالصحاب. ولكن ما عاقت المسلمين عوائق شتى تلتها صعاب، فحاموا وهاموا وراء الخيال، فحل عليهم شديد العقاب. فأين حللت رأيت الخلاف، وأن التفت سمعت السباب. أضاعوا فضاعوا ولم يعلموا بأنهم درجوا كالغراب، وكانوا لأعدائهم كالشياه، فمزقهم كل ظفر وناب. فلم يقبلوا النصح من ناصح، ولم يسمعوا من غيور عتاب. ولو أنهم عرفوا دينهم لما استنبحتهم ضياع الكلاب، وأضحوا كأسد الشرى في الوغى، ولم يأبهوا لعواء الذئاب. ولو أنهم عرفوا دينهم لما استنبحتهم ضياع الكلاب، وأضحوا كأسد الشرى في الوغى، ولم يأبه لعواء الذئاب. ولأمل أن يعودوا وأن يثوبوا ويستأصلوا ما أعاب، وأن يحتفوا في ليالي الغدير وأيامه بالأمان العذاب. فيا مرحبا بليالي الغدير فمنظرها مونق كالرواب، إذا النور دغدغ أوراقها ولونها بالشعاع المذاب، وغردت الطير فوق الغصون، وغازلت الزهر غض الإهاب، وهب عليها النسيم العليل، فمايل لدن الغصون الرطاب، وفاح أريج الزهور التي لها نشوة لم تكن في الحباب، وطاف على الأرض عبر الأثير دوي أناشيد نصر عذاب. فلسطين عادت إلى أهلها، لكم ألف بشرى، فصهيون خاب، ونجم العروبة في الأفق لاح، وظلم الصهاين ولا وغاب. سلام عليكم. أنت أخي وصاحبي، هكذا يخاطب النبي صلى الله عليه وآله عليا في حوار يدور بينهما، كما يحدث بذلك حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وعلي حري بهذا الخطاب، وجدير بهذه المنزلة الخصيصة من رسول الله صلى الله عليه وآله، فهو ابن عمه وزوج كريمته وأبو ولده وصاحب لواءه وأول من آمن به
والباذل نفسه في سبيله، وهو كما قال عنه ابن عباس رضي الله عنه: لعلي عليه السلام 4 خصال ليست لأحد غيره. هو أول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الذي كان لواءه معه في كل زحف، وهو الذي صبر معه يوم فر عنه غيره، وهو الذي غسله وأدخله قبره. فسلام عليك يا أمير المؤمنين، طبت حيا وطبت ميتا. أيها السادة الكرام، الكلمة الآن للأستاذ سلمان رضي الحلواجي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها الحفل الكريم، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. إننا هذه الأيام ونحن نعيش مرحلة من مراحل التاريخ، آخذون في التحرر من سلطان الاستعمار، لنخشى أن تكون أوطاننا أسعد من سكانها. فالاستعمار قد تقلص ظله الثقيل عن الأوطان الإسلامية، وما في ذلك من شك. ولكن الذي يحز في النفس أن المثقفين منا الذين آمنوا بضرورة تحرير هذه الأوطان من الاستعمار السياسي والعسكري، لا يزال أكثرهم على أتم الغبطة والرضا بما حببه الاستعمار إليهم من مبادئ وعقائد وأخلاق وآداب. أراد الاستعمار من ورائها أن يطمئن على وجوده في العقول والقلوب، لأن مثل هذا الوجود يجعله باقياً في مركز القيادة والتوجيه. ولكنه هذه المرة يقف في الظل متصفياً وراء كثير من المشاكل المصطنعة بهدف النيل من الإسلام والمسلمين. ولقد نجح الاستعمار في خلق فئة من الجاهلين تتزيى بزي الإسلام، وهو منها براء، وتنعى على الإسلام عجزه وعدم قدرته على مسايرة التقدم وحل مشاكل الإنسانية. ومن هنا فقد اخترت موضوع هذه الكلمة أوجهها إلى تلك الفئة الضالة، قائلا لهم: خذوا الإسلام جملة أو ضعوه جملة. إنه ما من شك أن لكل نظام من النظم فلسفته وفكرته العامة عن الحياة، ولكل نظام مشكلاته التي تنشأ من تطبيقه، وقضاياه التي تناسب طبيعته وآثاره في عالم الواقع، ولكل نظام كذلك حلوله التي يواجه بها المشكلات والقضايا الناشئة من طبيعته وطريقته. وليس من المنطق أن نطلب من نظام معين حلولاً لمشكلات لم ينشئها هو، وإنما أنشأها نظام آخر مختلف في طبيعته وطريقته عن ذلك النظام. والمنطق والمعقول ينادي بأن من أراد أن يستفتي نظاماً معيناً
في حل مشكلات الحياة فليطبق أولا هذا النظام في واقع الحياة، ثم لينظر إن كانت هذه المشكلات ستبرز أو تختفي أو ستتغير طبيعتها ومقوماتها. عندئذ فقط يكون الاستفتاء هذا النظام في مشكلاته التي تقع في أثناء تطبيقه. والإسلام نظام اجتماعي متكامل تترابط جوانبه وتتساند، وهو نظام يختلف عن النظم الأخرى في طبيعته وفكرته عن الحياة ووسائله في تعريفها وتصريفها. ومن المؤكد أنه لم يشترك في خلق المشكلات القائمة في المجتمع اليوم. إذا نشأت هذه المشكلات من طبيعة النظم المطبقة في المجتمع ومن إبعاد الإسلام عن مجال الحياة اليومية. ولكن العجيب بعد هذا أن يكثر استفتاء الإسلام في تلك المشكلات، وأن تطلب لها عدة حلول، وأن يؤخذ رأيه في وأن يؤخذ رأي الإسلام في قضاياهم، القضايا التي لم ينشئها ولم يشترك في إنشائها، قضايا من نوع المرأة والانتخاب، والمرأة والعمل، والمرأة والاختلاط، ومشكلات الشباب الجنسية وغير الجنسية. وأن يستفتي في هذا وأمثاله ناس لا يرضون للإسلام أن يحكم. ما للإسلام اليوم وأن تنتخب المرأة أو لا تنتخب؟ ما له أن يختلط الجنسان أو لا يختلطان؟ ما له أن تعمل المرأة أو لا تعمل؟ ما له ولأي مشكلة في هذا المجتمع؟ المجتمع الذي لا يدين للإسلام ولا يرضى حكم الإسلام. وأن الإسلام يربي الناس تربية خاصة ويحكمهم وفق شريعة خاصة وينظم شؤونهم على أسس خاصة ويخلق مقومات اجتماعية واقتصادية وشعورية خاصة. والإسلام كل لا يتجزأ، فإما أن يؤخذ جملة وإما أن يترك جملة. أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فأولا طبقوا الإسلام جملة في نظام الحكم وفي أسس التشريع وفي قواعد التربية، ثم انظروا هل تبقى هذه المشكلات التي تساءلون عنها أم تزول من تلقاء نفسها. أوجد المجتمع الإسلامي الذي تحكمه شريعة الإسلام ومبادئ الإسلام ورب النساء والرجال تربية إسلامية في البيت وفي المدرسة وفي المجتمع، وأوجد ضمانات الحياة التي يكفلها الإسلام للجميع، وحققوا عدالة الإسلام التي يفرضها للجميع، ثم اسألوا المرأة بعد هذا أتريد أن تنتخب أم لا تنتخب، أم أنها تجد لا ضرورة في تلك المحاولة مع وجود تلك الضمانات. واسألوها هل تريد أن تعمل في الدوائر العامة أم أنها لا ترغب في العمل لأن مقتضيات حياتها لا تستدعيه. واسألوها هل تريد أن تختلط بالرجال وأن تتزين وتتبرج، أم أن تربيتها ستعصمها من نزوات الحيوان ومشاعر
ومشاعرها ستدعوها إلى العصمة حياء من الله سبحانه وتعالى. لذلك يسأل في بعض الأحيان أناس: ترى سنقطع أيدي الألوف من السارقين في كل عام تنفيذا للشريعة الإسلام؟ إن هؤلاء الألوف من السارقين في كل عام ليسوا من نتاج المجتمع الإسلامي ولا النظام الإسلامي، إنهم نتاج مجتمع يسمح بوجود الجائعين والمحتاجين ولا يربي النفس الإنسانية ولا يربط الحياة كلها بإله ولا بشريعة الإله. أما المجتمع الإسلامي فهو مجتمع آخر، مجتمع كل فرد فيه مضمون الرزق عاملاً أو متعطلاً، قادراً أم عاجزاً، صحيحاً أو مريضاً. طبقوا النظام الإسلامي أولاً ثم انظروا كم محتاجاً يبقى بعد هذا، وكم سارقاً سيقدم على السرقة وبطنه مملوء بالطعام وقلبه عامر بالإيمان. كذلك يسأل بعضهم عن مشكلات الشباب إذا هم اتبعوا تعاليم الإسلام، وهؤلاء يرون الشباب الذي يعيش في مجتمع غير إسلامي كل ما فيه يهيج غرائزهم وكل ما فيه يثير نزواتهم، ثم يطلبون رأي الإسلام في مشكلات هذا الشباب. إن المجتمع الإسلامي لن تكون فيه فتيات آسيات عاريات ومائلات مميلات منطلقات في كل مكان ينشرن الفتنة ولحساب الشيطان. المجتمع الإسلامي لن تكون فيه أفلام قذرة ولا أغاني مريضة. المجتمع الإسلامي لن تكون فيه صحافة تنشر الصور العارية ولا الكلمات العارية وتقوم مقام المواقيت المنطلقة في كل مكان. المجتمع الإسلامي لن تكون فيه خمور تزين للناس الفجور وتحرمهم الإرادة والتفكير. فإذا شئتم رأي الإسلام في حل مشكلات الشباب فأولا طبقوا النظام الإسلامي كله، ثم انظروا بعد ذلك لا قبله وإن كانت هناك مشكلات للشباب أم لغير الشباب. والسلام عليكم ورحمة الله. ولدته في حرم الإله وأمنه، والبيت حيث فناؤه، والمسجد بيضاء طاهرة الثياب كريمة طابت وطاب وليدها، والمولد في ليلة غابت نحوس نجومها، وبدامع القمر المنير الأسعد ما لف في خرق القوابل مثله إلا ابن آمنة النبي محمد. أما الآن فمع فضيلة الشيخ عباس أحمد في قصيدة له بالمناسبة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله.
آيات فضلك ساقها التنزيل، والشمس نور ما له تعليل، بل نور قدسك كان أجلى مظهرا، والقول في هذا المقام يطول. الشمس يحجبها السحاب لفترة، وظهورها بزواله ممطول، ويلفها الليل البهيم بأسرها، ويعود ذاك الليل وهو طويل. الشمس شمسك إذ تشع على الورى، ولها بأفئدة الأنام سبيل، نور يضيء بقلب كل موحد، فيزول منه الشك والتضليل. جاءت صفاتك من صفات محمد، لين يسيل وصارم مسلول، فاسأل مآثره تجبك فكلها لسن تشير لفضله وتقول. وإذا استطال الشيء قام بنفسه، والطود للمسترشدين دليل. عفوا أمير المؤمنين، عفوا أمير المؤمنين، فإنني لعبت بعقلي في هواك شمول. السكر جرم، غير أن بحبكم سكر العقول مبرر معقول، والفخر عيب، غير أن ولاءكم فخر يعز المرء وهو ذليل. عفوا أمير المؤمنين، فإنني لعبت بعقلي في هواك شمول. السكر جرم، غير أن بحبكم سكر العقول مبرر معقول، والفخر عيب، غير أن ولاءكم فخر يعز المرء وهو ذليل. ولرب عقل زال من ضغط الهوى، والمرء يخدع بالهوى فيزول. لكنما بهواكم تحيا النهى، فهواكم عند العقول جميل. والحب إن فقد الجمال فإنه عند الورى، وأولي الحجى تدجيل. والله أكرمنا بحبكم الذي هو نعمة للدهر ليس تزول. قد حثني شوقي لذكر مآثر لم يحصها الإجمال والتفصيل، قد عمت الكون الرحيب بذكرها، فكأنها في الخافقين نزيل. هي غر أفعال إذا استقريتها، يرتد عنها الطرف وهو كليل. تلك المناقب هيأته لمنصب في الناس، جاء بنصه التنزيل. وتحدثت أرض الجزيرة بالذي في يوم خم قاله جبريل. وإذا استفز النفس قول مصدق أمسى، وليس لقوله تبديل. فاسمع ولا تعجب، فرب عجيبة تغشي الفؤاد فيعتريه ذهول. قف حاسب التاريخ عن هفواته، واحذره فهو الأرقط الزهلول. واقرأ به العجب الذي من شأنه، يبكي السليم ويضحك المذكول. المرء يفخر بالقديم لأنه فرع نمته للفخار أصول. لكنما بعث الموات قبيحة، بالله كيف يقدم المفضول. هذا هو التاريخ إن رضيت به نفس، فذاك المنطق المهزول. ولديك معيار فقس مضمونه، فكتاب ربك للأنام دليل. أنعيد مجد الجاهلية مشرقا باسم التقدم، إن ذاك وبيل.
لنكون أذنابا لكل مهوس. الله كيف يفسر التذييل؟ قف حاسب التاريخ عن هفواته واحذره فهو الأرقط الزهلول، واقرأ به العجب الذي من شأنه يبكي السليم ويضحك المثكول. المرء يفخر بالقديم لأنه فرع نمته للفخار أصول، لكنما بعث الموات قبيحة، بالله كيف يقدم المفضول؟ هذا هو التاريخ إن رضيت به نفس، فذاك المنطق المهزول. ولديك معيار فقس مضمونه، فكتاب ربك للأنام دليل. أنعيد مجد الجاهلية مشرقا باسم التقدم؟ إن ذاك وبيل. لنكون أذنابا لكل مهوس، الله كيف يفسر التذييل؟ أين الغدير وأين موقف أحمد من حيدر يوم الغدير يقول: من كنت مولاه فذا مولا له، لا يقبل التبرير والتأويل. هذا علي وهو وارث حكمتي بعدي وعلمي، والزمان طويل. هو كاشف الكرب الذي قد نالني في كل خطب بالردى مأهول. لولاه ما قام العماد ولم يكن لرسالتي من دونه تكميل. هو نور ربي إن مضيت وجاءني داع من الباري وحان رحيل. إن سادكم ستم به أمم الورى، والنفس تطمح للعلا وتميل. فولاؤه حبل النجاة لأنه بعوالم قدسية موصول. فحذار من أن تغدروه، فإنما غدر الفتى عند الكرام مهول. وتتبعوا خطواته وترسموا لطريقه، إن الطريق طويل. والدرب إن طالت وأظلم طيها، فالسالكون لذا الطريق قليل. والحبل إن لم يتصل بولائه يوم الجزاء فإنه محلول. والنفس إن رضيت بذلك أو أبت، فلحكمه عمل العباد يؤول. ومن الكبائر للزمان بأن ترى ظلم تعم ويخمد القنديل. ما أنصفتك أبا الحسين عصابة، بين الورى والمنصفون قليل. نصبت عداءك إذ رفعت مكانة، فكأن حكم الفاعل المفعول. قد نكرت علما وذلك منكر، وبني لدين محمد مجهول. وتذكرت في يوم بدر منظرا فيه لعضبك بارق وصليل. حتى إذا هزل الزمان وأهله ودعاه داعي الجد وهو هزيل، لبس العواطف فوق معطفه الذي قد كان مقلوبا وعاد يصول. وإذا العواطف في النفوس تحركت، غطى على أفكارها التضليل. حدث بدهرك إن فيه غرائبا، لو رامها رضوى لكاد يميل. عمت على الدنيا بظلمة ليلها، والليل إن ضحك الصباح يزول. لكنما ليل المآثم مزمع، والخطب ليس يزيله تهويل. نجتر منه كل يوم علقما، والدهر في أرزائه تشكيل. فكأنما خلق الأنام لمحنة،
وبها الشقاء مصرف موكول لهبوط أخلاق وفعل جرائم من أجلها يحيا ويفنى الجيل. النفس نفسك في الحياة يزينها ترويضها ويشينها التدليل. سلما أقاموا للحياة صروحها ومضوا وذكرهم لديك جميل. وتغنت الدنيا بخالد مجدهم والمجد عن تخليدهم مسؤول. هل أغرق القوم هل أغرت القوم الحياة بلهوها؟ فاللهو عند الماجدين مهول. المجد لا يبنى بتقبيل الدنا إن الميوعة عامل مشلول. المجد ليس على المسارح لا ولا بين الأزقة بالهوى مشمول. المجد يقتله ويبكي قتله خد لبايعة الغرام أسيل. تاريخ مجد المرء ينطق قائلا إن المهالك للنجاة سبيل. سلما أقاموا للحياة صروحها ومضوا وذكرهم لديك جميل. وتغنت الدنيا بخالد مجدهم والمجد عن تخليدهم مسؤول. هل أغرت القوم الحياة بلهوها؟ فاللهو عند الماجدين مهول. المجد لا يبنى بتقبيل الدنا إن الميوعة عامل مشلول. المجد ليس على المسارح لا ولا بين الأزقة بالهوى مشمول. المجد يقتله ويبكي قتله خد لبايعة الغرام أسيل. تاريخ مجد المرء ينطق قائلا إن المهالك للنجاة سبيل. عشرون من دول العروبة أصبحت في كف من هو كفه مغلول. عصروهم عصرا فذلك أمرهم دمهم على أوطانهم مطلول. قد عشرت آمالنا في معرك بل قد تلاشى عندنا المأمول. حفظوا كتابهم فأزر نصرهم وعلى على هاماتهم إكليل. والمسلمون تمزقوا وتحاقدوا والقال همهم غدا والقيل. كم نعمة سلبت وذلك ظاهر والله ليس لأمره تبديل. غضب ألم بنا فأصبح شملنا بددا سيعقبه بنا تنكيل. والمرء إن لم يتعظ بنصيحة فحسابه يوم الحساب طويل. لا يقبل الفوضى الزمان لا يقبل الفوضى الزمان وإنما عمر الفتى ضمن الزمان دخيل. عشرون من دول العروبة أصبحت في كف من هو كفه مغلول. عصروهم عصرا فذلك أمرهم دمهم على أوطانهم مطلول. قد عشرت آمالنا في معرك بل قد تلاشى عندنا المأمول. حفظوا كتابهم فأزر نصرهم وعلى على هاماتهم إكليل. والمسلمون تمزقوا وتحاقدوا والقال همهم غدا والقيل. كم نعمة سلبت وذلك ظاهر والله ليس لأمره تبديل. غضب ألم بنا فأصبح شملنا بددا سيعقبه بنا تنكيل. والمرء إن لم يتعظ بنصيحة فحسابه يوم الحساب طويل.
لا يقبل الفوضى الزمان، وإنما عمر الفتى ضمن الزمان دخيل. نبكي فيبكي حولنا أعداؤنا، فكأنما ذاك العدو خليل. فندور نحو الغرب نطلب نجدة، فيصم عنا أذنه ويميل. ونعود نحو الشرق وهو مراوغ، ولديه ذاك المنطق المعسول. تجري الوعود لنا فنحسن ظننا بالجانبين، ووعدهم تمهيل. نتقبل الوعد الذي لا ينقضي، والكذب من أعدائنا مقبول. حتى إذا حمي الوغى وتوقدت نار بها لهب الحمام يسيل. أدركت ماذا أضمروه؟ وإنما ذاك اللهيب بوعدهم مشعول. ورأيت نار الحرب نحن وقودها، وكأنما هم للوقود فتيل. قد جاءهم ألم المخاض فأولدوا مولود شر، وهي إسرائيل. ولدته أم الغرب فوق ديارنا، والابن هذا أصله مجهول. حتى ادعاه الشرق من أبنائه، والشرق في جمع النبول أصيل. فإذا وضعت على الحروف نقاطها قالوا بأنك خائن وعميل. لكنها هي لعبة دولية ما كان يعرف في الدمى التدويل. نبكي فيبكي حولنا أعداؤنا، فكأنما ذاك العدو خليل. فندور نحو الغرب نطلب نجدة، فيصم عنا أذنه ويميل. ونعود نحو الشرق وهو مراوغ، ولديه ذاك المنطق المعسول. نتجري الوعود لنا فنحسن ظننا بالجانبين، ووعدهم تمهيل. نتقبل الوعد الذي لا ينقضي، والكذب من أعدائنا مقبول. حتى إذا حمي الوغى وتوقدت نار بها لهب الحمام يسيل. أدركت ماذا أضمروه؟ وإنما ذاك اللهيب بوعدهم مشعول. ورأيت نار الحرب نحن وقودها، وكأنما هم للوقود فتيل. قد جاءهم ألم المخاض فأولدوا مولود شر، وهي إسرائيل. ولدته أم الغرب فوق ديارنا، والابن هذا أصله مجهول. حتى ادعاه الشرق من أبنائه، والشرق في جمع النبول أصيل. فإذا وضعت على الحروف نقاطها قالوا بأنك خائن وعميل. لكنها هي لعبة دولية ما كان يعرف في الدمى التدويل. السلام عليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن خليلي ووزيري وخليفتي وخير من أترك بعدي يقضي ديني وينجز مواعيدي علي بن أبي طالب. إن هذا أخي ووصيي ووزيري وخليفتي فيكم، فأسمعوا له وأطيعوا. يا علي، أنت أول المؤمنين إيمانا، وأنت أول المسلمين إسلاما، وأنت مني بمنزلة هارون من موسى. يا علي، أنت ولي كل مؤمن ومؤمنة. أما الآن أيها السادة، فإلى كلمة فضيلة الشيخ سليمان المدني، والتي تحت عنوان الولاية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك اللهم وأسترشدك وأستهديك،
وأسألك التوفيق كل التوفيق لموالاة أوليائك ومعاداة أعدائك، فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن حزبك هم الغالبون. وأصلي وأسلم على سيدي أوليائك وصفوة أحبائك محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الولاية معناها الرئاسة العامة، وبتعبير أدق معناها السيادة. الولاية في واقعها هي السيادة، والسيادة في غير الإسلام تكون للدولة، فللدولة حق السيادة على كافة الذين يحملون تابعيتها وينتمون إليها. والسيادة في الإسلام ليست للدولة، وإنما هي لله، والله سبحانه جعل السيادة فوق هذه الأرض في المبدأ ولمن يمثل هذا المبدأ. قال سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله. هذه الولاية شاملة الآثار، فللنبي صلى الله عليه وآله وللإمام من بعده الحق في تصريف شؤون الأمة وفي تصريف شؤون الفرد، سواء كانت هذه الشؤون من الشؤون العامة أو الشؤون الخاصة. فليس في الإسلام شؤون خاصة بالفرد لا تعني المجتمع. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لو أمر الرسول صلى الله عليه وآله أي فرد من الأمة أن يموت في سبيل شيء، وجب عليه أن يموت في سبيل هذا الشيء. لو أمره بترك شيء، وجب عليه ترك ذلك الشيء، حتى لو كان ما يسمى في عصرنا اليوم بالشؤون الخاصة أو الأمور الخاصة. وما كان للرسول صلى الله عليه وآله فهو لخلفائه الذين من بعده: أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. هذه الولاية وظيفة الإمام. ما هي وظيفتنا؟ وظيفتنا هي الولاء، الولاء لله، والولاء للمبدأ وهو الدين، والولاء للقوامون على هذا الدين وهم النبي صلى الله عليه والأئمة. والولاء تكليف شرعي في الإسلام، وتكليف عقلي عند سائر الأمم. فما من دولة ترضى أن يتبعها إنسان وهو يوالي غيرها من الدول، وما من دولة ترضى أن يدعي الإنسان جنسيتها ويقرن معها جنسية دولة أخرى، لأنه بذلك يعبر عن ازدواجية في الولاء. الإسلام ليس كسائر الدول، وإنما هو عقيدة، أيضا يرفض أن يزدوج الإنسان في ولائه إليه. من كان يوالي الله فليعادي أعدائه. لا يمكننا بأي وجه وبأي طريقة أن نجمع بين الولاء لله وبين معاداة أعداء الله. يقول سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أبناءهم أو آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم.
الازدواجية كما هي مرفوضة عند بقية العالم كذلك هي مرفوضة في الإسلام أن تقع في الولاء. والولاء هو أكبر عماد للعقائد بأسرها، لا يمكن لأي عقيدة أن تقوم ولا يمكن لأي عقيدة أن تنتشر ولا يمكن لأي عقيدة أن تثبت وترسخ ما لم يوجد لها الموالون. وإذا قلنا يوجد لها الموالون يوجد المستعدون للموت في حسابها، وليس معنى ذلك يوجد من يدعي الانتساب إليها. فالانتهازيون فوق هذه الأرض كثير، كلما رأوا قيام مبدأ وتسلطه على مركز القوة كلما أظهروا تبعيته وأظهروا الإيمان به، وهذا واضح على مر التاريخ. موسى عليه السلام أظهر قوم موالاته ولكنهم كانوا أعداءه حتى خذلوه في أخطر موقف وهو على باب حرب، إذ قالوا له اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. هل هؤلاء موالون لموسى عليه السلام وموالون لدينه؟ وعيسى عليه السلام أيضا أظهر له جماعة الولاء، ولكن ماذا فعلوا له وماذا فعلوا لدينه؟ أرشدوا عليه ليقتل، لولا أن ألقى الله شبهه عليهم فقتلوا. ليس الولاء ليس كلمة أو ليس سلوكا واضحا ظاهرا يظهر في السعة، الولاء هو ذلك السلوك الذي يقفه الإنسان عندما تتأزم الأمور. ومن أجل ذلك سأل الله سبحانه وتعالى موسى: يا موسى ماذا عملت لي؟ فقال له: أطعتك، صليت لك وصمت وأخرجت الزكاة. فقال: كل هذا لأجلك أنت. فقال: وماذا أفعل لك يا رب؟ قال: هل واليت لي وليا وهل عاديت لي عدوا؟ الاعتماد في كافة العقائد على الولاء. وأنا أود منا جميعا أن يسأل كل إنسان منا نفسه: هل نحن فعلا موالون لهذا الدين؟ هذا اليوم هو يوم الولاية، فهل نحن فعلا موالون لهذا المبدأ وللقوامين على هذا المبدأ؟ يقتل القتيل في أقصى الأرض، فتثور الثائرة من كل من يؤمن بمبدأ ذلك القتيل. يسجن السجين في أي بقعة من بقاع الأرض، فيتحرك كل من ينتمي إليهم ذلك السجين بسبيل العقيدة، ويحتجون ويستنكرون سواء أفاد احتجاجهم أو لم يفد. ماذا فعلنا نحن؟ خمسة من العلماء ومن الشباب المجاهد قد قتلوا، كلنا جبنا حتى رفضنا أن نقيم لهم فاتحة بحجة أننا نريد أن نزور الحسين عليه السلام. وهل تظنون أن زيارة الحسين تعبر عن ولائنا لهذا الدين؟ زيارة الحسين تجري حتى في بيتي، إذا كانت زيارتي مقبولة فسيجيبني الحسين عليه السلام من البعيد الأقصى، وإذا كانت زيارتي مرفوضة حتى لو كنت واقفا على الشبكة فلن أحصل جواب بل سأحصل رفضا. غدا سوف تجري مذابح ربما في بلدان أخرى. هل كلما قتلنا وكلما شردنا وكلما سجنا يبقى البقية منا صامتون جامدون
وكأنهم هم الآن تحت السيوف. معذور من سكت وهو تحت السيف، ولكن ليس معذورا في الدين أن يسكت من هو بعيد عن السيف. أربعة أمور لا تقية فيهن: الخمر والزنا والربا والدماء. كل أمور الدين تجري فيها التقية إلا أربعة أمور لا تجري فيها التقية، ولا يجوز لمسلم أن يتهاون فيها باسم التقية. أن يشرب الخمر أو يباع ويتهاون في عدم انتقاده باسم التقية، ليس هنا تقية. أن يتعامل بالربا وينتشر ويسكت المسلم باسم التقية، هذا ليس فيه تقية. أن يباح الزنا ويستعمل ويسكت المسلم باسم التقية، هذا ليس فيه تقية. أن تقتل النفوس البريئة بغير ما أنزل الله وبغير ذنب ويسكت باسم التقية، هذا ليس من التقية. والذين نعذرهم وهم تحت السيف، تحت السيف إنما نعذرهم لأنهم تحت ضرورة، ولأن ضعف النفس البشرية واضح عندما يشر السيف. أما أولئك البعيدون عن مجال السيف، عن مجال السيف المتسلق، ولم ينتقدوا ولم يشجبوا ولم يشاركوا، فهم قد برهنوا على ضعف ولائهم لهذا الدين. الذين يحتفلون اليوم بيوم الولاية في الإسلام، عليهم أن يبرهنوا عن ولايتهم في الإسلام. عليه أن لا يهادن ابنه وهو يراه يشرب خمرا أو يدعو إلى إلحاد أو يزني أو غير ذلك، لأن الله قد أخذ عليه العهد: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أبناءهم أو آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الولاء تعني الفداء في سبيل المبدأ. فمن شاء منكم أن يوالي الله، ومن شاء منكم أن يوالي رسول الله، ومن شاء منكم أن يوالي عليا وأهل بيته، فليوالي مبدأ علي، وليوالي مبدأ رسول الله، وليوالي مبدأ الله. إما أنني أدعي الموالاة وأنا لا أرضى بأن أحارب ابني أو أخي إذا كان منحرفا، لا أرضى أن أقيمه، لا أرضى أن أعدله. إما أن أدعي الموالاة ولا أكترث بدماء المسلمين التي تسيل من دون حق، فأنا لا أملك الموالاة. هذا أقل ما يقال فيه أن هناك ازدواجية في الولاء، الولاء لنفسي والولاء في الدين، ولا يمكن أن يرضى الله بالازدواجية. إما أن أوالي نفسي وإما أن أوالي الدين، إما أن أوالي أخي وإما أن أوالي الدين، إما أن أوالي قوميتي أو أوالي الدين، إما أن أوالي إقليمي أو أوالي الدين. لا يمكن. الدين يريد ولاء ونفسي تريد ولاء، الدين يريد ولاء وعشيرتي تريد ولاء، الدين يريد ولاء ووطني يريد ولاء، الدين يريد ولاء وقوميتي تريد ولاء. أحيانا يتفق الولاءان وأحيانا يفترقا، فما هو مقياسي؟ أي ولاء سوف يتقدم؟ ولائي لنفسي عندما يختلف مع الدين، أم ولائي للدين عندما يختلف مع نفسي؟ على أي حال، أسأل الله سبحانه أن يثبتنا على ولاية أوليائه، وأن يرفع هذا الضعف وهذا الخور وهذا الانحلال من نفوسنا. فما لم نبدل ما في نفوسنا لن يبدل الله ما بنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والسلام عليكم ورحمة الله. وله يوم خيبر فتكات كبرت منظرا على من رآها، يوم قال النبي: إني لأعطي رايتي ليثها وحامي حماها، فاستطالت أعناق كل فريق ليروا أي ماجد يعطاها، فدعا أين وارث العلم
والحلم مجير الأيام من بأساها. أين ذو النجدة الذي لو دعته في الثريا مروعة لباها؟ فأتاه الوصي أرمد عين فسقاه من ريقه فشفاها، ومضى يطلب الصفوف فولت عنه علما بأنه أنباها، وبرى مرحبا بكف اقتدار أقوياء الأقدار من ضعفاها، ودحى بابها بقوة بأس لو حمتها الأفلاك منه دحاها. أما الآن أيها السادة، فمع فضيلة الشيخ عبد الأمير الجمري في قصيدته بالمناسبة، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طير السرور، طير السرور على الغصون يغرده، يتلو أناشيد الهمى ويردده، والكون مغمور بنور ساطع، وفم الزمان ملحن ومزغرد، وبسحرها سخت الطبيعة ثغرها متبسم، وجبينها متورد، تروي الجمال لنا بأروع منظر، لله منظرها المثير المسعد. وحياتنا عادت نوادي بهجة فيها أهازيج العقيدة تنشد، لملا وصوت الحق يهتك تمة النعماء، واكتمل الهدى والسؤدد. رضي الإله لنا شريعة أحمد دينا به تسمو النفوس وتسعد. قتل الرسول مع الحجيج وقبل أن يتفرقوا جاء الأمين يؤكد، أمر الإله أدع بدون تأخر، فالأمر يا خير الأمام مشدد. أنقذ أبا حسن إماما للورى، فبه الرسالة تستمر وتخلد. انقذ عليا للأمام خليفة، فله الخلافة لا سواه تعقد. يا منقذ الإنسان لا تخش امرأ، بلغ فربك عاصم ومؤيد. فدعا بهاتيك الجحافل أنقتي، والأرض من حر النهار توقد، وهناك سوي منبر صنعوه من حجج وأكوار رقاه محمد. الله أكبر، الله أكبر، يا له من خافض، صنع البلاغة مثله لا يوجد. يدعوهم أولست أولى منكم بنفوسكم؟ قالوا بلى. قال اشهدوا. من كنت مولاه فهذا حيدر مولاه، من رب السماء مسود. وهناك بايعت الجموع وطوقت أعناقها بأشد عهد يعهد، لكنهم ظلموا نفوسهم بما كانت ضمائرهم
عليه تعقد نقضوا العهود وحاولوا نكرانها. عجباه شمس في الظهيرة تجحد، يا منكري يوم الغدير بغيظكم موتوا فجدوة ناره تتوقد. الله أكبر، يا له من صاحب صنع البلاغة مثله لا يوجد. يدعوهم: أولست أولى منكم بنفوسكم؟ قالوا: بلى. قال: اشهدوا. من كنت مولاه؟ فهذا حيدر مولاه من رب السماء مسود. وهناك بايعت الجموع وطوقت أعناقها بأشد عهد يعقد، بأشد عهد يعهد. لكنهم ظلموا نفوسهم بما كانت ضمائرهم عليه تعقد. نقضوا العهود وحاولوا نكرانها. عجبا، عجباه شمس في الظهيرة تجحد، يا منكري يوم الغدير بغيظكم موتوا فجدوة ناره تتوقد. يا نابذا، يا نابذا روح الخمول وطالبا نهج الكرامة من تجلى المقصد. ينم ينم لحيدرة الخلود، فعنده تزكو النفوس ويستطاب المورد. لم يعرف التاريخ بعد محمد فردا به دين الهدى يتشيد، كأبي الحسين مكسر الأوثان من مولاه حتى اليوم ظلت تعبد. يا نابذا، يا نابذا روح الخمول وطالبا نهج الكرامة من تجلى المقصد. يمن لحيدرة الخلود، فعنده تزكو النفوس ويستطاب المورد. لم يعرف التاريخ بعد محمد فردا به دين الهدى يتشيد، كأبي الحسين مكسر الأوثان من مولاه حتى اليوم ظلت تعبد. فمحمد للناس أعظم منذر، والمرتضى للحق هادي مرشد. لولا علي لم يكن للدين من علم يرفرف أو لواء يعقد. فبسيفه حسدت رؤوس شرها عما الورى، لولاه ليست تحصد. هو للنبي وزيره بل نفسه آي الكتاب بما ذكرنا تشهد. عيدا غدير، عيدا غدير، عيدا غدير، لأنت أعظم حادث ولأنت أكبر ثروة لا تنفد. كم فيك من معنى جليل منطق حتى الجناب وروعة تتجدد. كم فيك من نغم، كم فيك من نغم تهيج عواطفي قد رتلتها ألسن لا تجحد. يا أعظم الأعياد، يا أعظم الأعياد، مرنا ننتقل. فلأنت مصدرنا وأنت المورد. لسنا ندين بغير ما تحويه من معنى به نادى وأكد أحمد. حانت عليك قلوبنا ورقابنا ما زانها لسواك،
عهد أو يد فلك العواطف، فلك العواطف لا سواك مذابة، وجباهنا فخرا ببابك تسجد، أوضحت يا رمز القداسة منهجا هو للقيامة شعلة لا تخمد. يا والد السبطين، يا والد السبطين، يا باب الرجع، شكوى إليك يبث قلب مفمد، منا عن الدرب الذي عددته للسالكين لينصروا ويؤيدوا، فأصابنا من أجل ذاك من البلاء والظلم ما منه يذوب الجلمد، فحياتنا ويلاه غير عزيزة، ونهارنا أسفا ليل أسود، لعبت بنا أيدي العدو وفرقت صفا له الدنيا تقوم وتقعد. هذا يكفر ذا، ونزعم أننا أبناء دين للجميع يوحد، أيقوم دين في تفرق أمة ضحى لوحدتها وجاهد أحمد. يا والد السبطين، يا باب الرجاء، شكوى إليك يبث قلب مفمد، مما عن الدرب الذي عبدته للسالكين لينصروا ويؤيدوا، فأصابنا من أجل ذاك من البلاء والظلم ما منه يذوب الجلمد، فحياتنا ويلاه غير عزيزة، ونهارنا أسفا ليل أسود، لعبت بنا أيدي العدو وفرقت صفا له الدنيا تقوم وتقعد. هذا يكفر ذا، ونزعم أننا أبناء دين للجميع يوحد، أيقوم دين في تفرق أمة ضحى لوحدتها وجاهد أحمد. يا هازم الطغيان عذرا، إنها في النفس أعظم لوعة تتردد. هذه ديار المسلمين غنيمة، فيها نفايات البلاد تعردد، فالقدس عادت نهب أخبة أمة، وبنو فلسطين العزيزة شردوا، وبغزة أسفا شمل كرامة في ذمة المتآمرين يبددوا، وبكل يوم قطعة من أرضنا تحتل، بئس العيش عيش أنكدوا، وقد اكتفينا بالصراخ ونشرة الأخبار، والأعداء تعيث وتفسد. يا هزم الطغيان عذرا، إنها في النفس أعظم لوعة تتردد. هذه ديار المسلمين غنيمة، فيها نفايات البلاد تعردد، فالقدس عادت نهب أخبة أمة، وبنو فلسطين العزيزة شردوا، وبغزة أسفا شمل كرامة في ذمة المتآمرين يبددوا، وبكل يوم قطعة من أرضنا تحتل، بئس العيش عيش أنكدوا، وقد اكتفينا بالصراخ ونشرة الأخبار، والأعداء تعيث وتفسد.
أتعود عزتنا، أتعود عزتنا بقول فارغ مثل المسجل كل يوم يسرد، أن نهزم الأعداء، أن نهزم الأعداء بجيش تنافس في خبث منظرها الكرامة تواد، نسيت رجولتها وماء وجوهها سكبت بكأس ميوعة تستورد، عفوا سترجع أرضنا تسريحة فيها نحقق ما نروم ونقصد، وصحافة عنيت بأرداف وأسداء وبالخلق الكريم تندد، عفوا فإن عدونا من أرضنا بتسيب الفتيات حتما يطرد. أتعود عزتنا، أتعود عزتنا بقول فارغ مثل المسجل كل يوم يسرد، أن نهزم الأعداء بجيش خنافس في خبث منظرها الكرامة توعد، نسيت رجولتها وماء وجوهها سكبت بكأس ميوعة تستورد، عفوا سترجع أرضنا تسريحة فيها نحقق ما نروم ونقصد، وصحافة عنيت بأرداف وأسداء وبالخلق الكريم تندد، عفوا فإن عدونا من أرضنا بتسيب الفتيات حتما يطرد. من قال، من قال إخراج البنات سوافرا بين النفوس الجائعات تجدد، من قال إخراج البنات سوافرا بين النفوس الجائعات تجدد، من قال إن الاختلاط حضارة يسمو بها بلد ويزكو مورد، رباه عفوك لا تؤاخذنا بما صنع الغواة وهدموا أو شيدوا، وعليهم يا رب من بمنحهم ذوقا ينظمهم وعقلا يرشد. السلام عليكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه الميامين. أيها الإخوة المسلمون، يطل علينا هذا اليوم الأغر ألا وهو عيد الغدير. أيها الإخوة المؤمنون، إن لنا وعلينا أن نقتبس من هذا اليوم العبر، العبر التي جاء بها الإسلام الحنيف، لنتمكن من الضربة القاصمة على أعدائنا. الإسلام أيها الإخوة المسلمون ليس ذلك الدين الذي يتمثل في مثل المسيحية التي هي ما لقيصر لقيصر وما لله لله. الإسلام أيها الإخوة المسلمون ما لله لله وما للناس لله، والإنسان المسلم هو الذي يسلم وجهه لله سبحانه وتعالى، وهو الذي يخضع لأوامر الله. ومن هنا أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون الناس في درب الله وفي خط الله الذي شرعه لهم، فحتى محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه الكرام لم يكن لينهج منهجا هو انتهجه أو يسير على خط ارتضاه، وإنما محمد صلى الله عليه وآله هو ذلك النبي الذي كان يتلقى رسالات السماء. فالإسلام الحنيف يوقف محمدا صلى الله عليه وآله بقوله: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغ،
ويقول سبحانه وتعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. إذن فإذا كان محمد صلى الله عليه وآله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا بالنسبة للتشريع الإلهي ولا يمكنه أن يقدم أو يؤخر، فنحن بالأحرى أن نكون كذلك. أيها الإخوة المسلمون، ما يفيدنا هذا الضجيج وهذه الصراخات وهذه الزغاريد إذا نحن لم نكيف أنفسنا كما أراد الإسلام لنا؟ أيها الإخوة المسلمون، إن المسلمين الأوائل عندما كانوا متمسكين بالإسلام فتح الله عليهم كنوز الأرض وجاءتهم بركات السماء. أما الآن أيها الإخوة المسلمون، فليس بالغريب علينا أن نكون في هذه الأحوال، الأحوال المتهرئة التي تتقاذفنا فيها الأمواج من كل جانب ومكان. إننا أيها الإخوة المسلمون في بلد كالبحرين، البحرين التي آمنت بالله ورسوله، البحرين أم العلماء، البحرين أم المساجد، البحرين أم الخيرات والبركات، يأتينا الأجانب والمستعمرون من كل جانب ومكان ليزرقون الأفكار الرديئة والموبوءة. أيها الإخوة المسلمون، إن الإسلام لا يريد منا صلاة فقط ولا يريد منا زكاة فقط، فالإنسان المسلم ليس هو ذلك المسلم الذي يصلي ويصوم، وإنما الإنسان المسلم هو الذي يتمثل فيه الإسلام قائما. إن ديننا الحنيف أيها الإخوة المسلمون ليس دين الرهبانية، وإنما هو دين جد ودين عمل ودين جهاد ودين كفاح. ديننا أيها الإخوة المؤمنون يقول: إن سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه. وهذه هي الخمور أيها الإخوة المسلمون في هذه البلد المسلمة، في كل مكان وفي كل ناحية وفي كل حانوت وفي كل صف. فهل منا من يتكلم عن هذا الشيء؟